ومعنا عبر الهاتف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في غزة السيد عدنان أبو حسن. أهلا بك سيد عدنان. سيد عدنان، يعني بالبداية نتحدث في ظل الأزمة التي تعيشها الأونروا، كيف تنظر للموازنة التي تم رصدها من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى للعام 2022؟ يعني هي موازنة الحد الأدنى كما يقولون، 806 ملايين دولار للميزانية العامة للصحة والتعليم والإغاثة في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. الميزانية الزيادة بها صفرية، يعني هي نفس ميزانية العام الماضي، يضاف إلى ذلك أن هناك ميزانية الطوارئ. هذه الميزانية بحوالي 771 مليون دولار تقريبا، وتعالج مشاكل الطوارئ والناتجة عن الحروب والهدم ومشاكل الحصار في قطاع غزة والضفة الغربية، وأيضا اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا سوريا إلى الأردن، واللاجئين الفلسطينيين أيضا الذين ذهبوا إلى لبنان جراء الحرب السورية. يعني هذه الميزانية لاحتياجات الحد الأدنى. نعرف أن الأوضاع هي صعبة وأن موضوع المانحين هو موضوع يحتاج إلى جهد كبير، ولكن هذا ما لدى الأونروا أن تقدمه من أجل أن تحافظ على الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين، أكثر من نصف مليون طالب في مدارسنا، أكثر من 2 مليون شخص بحاجة إلى رعاية طبية ويتوجهون إلى عيادات الأونروا، حوالي 2 مليون أيضا لاجئ فلسطيني يتلقون إما مساعدات غذائية، منهم 1,200,000 في غزة، أو مساعدات نقدية. نعم سيد عدنان، يعني بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، هل كانت يعني الموازنة التي تم رصدها تلبي احتياجات أو كافة الاحتياجات داخل القطاع؟ لا تلبي على الإطلاق. نحن إذا تكلمنا عن احتياجات حقيقية في قطاع غزة، نحن نحتاج إلى تنمية، نحتاج إلى توسعة عملية توزيع المواد الغذائية، إلى مئات الخبراء في موضوع الدعم، إلى بناء عشرات المدارس والعيادات. كل هذا لم يحدث وغير موجود، لأن هناك عجز مالي كبير، ولكن نحن نحافظ أو نحاول المحافظة على مستوى الخدمات المقدم، رغم أن الضغوط هائلة في منطقة مثل قطاع غزة، محاصرة ومدمرة، 4 حروب في 10 سنوات. يعني هذا الموضوع لم يحدث في أي مكان. لذلك ما يحتاجه غزة تحتاج إلى مليارات الدولارات، وليس 400 مليون دولار أو 300 مليون دولار حصتها من ميزانية الأونروا. ولكن الوضع هو خطير للغاية، كورونا زادت الأعباء، أيضا بطالة تزداد، مصانع ومعامل متوسطة وصغيرة تغلق، وهذا بالنهاية يزيد الضغوط على الأونروا كعنوان رئيسي في مجتمع يشكل اللاجئون الفلسطينيون منه 75% هنا في غزة. نعم سيد عدنان، يعني بالنظر، أنت تحدثت وقلت أنها موازنة يعني الحد الأدنى، بالنظر إلى العاملين، يعني العاملين اليوم في أونروا في قطاع غزة، كيف ينظرون إلى مثل هذه الميزانية وما مدى تأثيرها أيضا عليهم؟ يعني العاملون يدركون تماما الأوضاع الصعبة التي تواجه الأونروا، التحديات السياسية، التحديات المالية التي تزداد صعوبة. هناك تخوفات، وهذه التخوفات مشروعة، يعني الرواتب تتأخر كما حدث في شهر ديسمبر ونوفمبر الماضيين، ولكن في النهاية يجب على الجميع أن يدرك أن اللاجئين الفلسطينيين وموظفي الأونروا وإدارة الأونروا في مركب واحد لمواجهة تحديات مصيرية، تحديات على كافة المستويات. يجب منع الأونروا من الانهيار المالي نتيجة عجز التمويل أو حجج تكون لدى بعض المانحين، وبالذات أن هناك بعض الدول خفضت من مساعداتها للأونروا، مثل بريطانيا على سبيل المثال تم تخفيض المساعدات إلى النصف، أستراليا، الدعم العربي تراجع إلى أكثر من 90%، يعني كان 200 مليون دولار سنويا
وصل الآن إلى 20 مليون فقط. يعني بالحديث عن التحديات المصيرية، نتحدث عن نقص التمويل وأيضا تخفيض المساعدات، أم أن هناك يعني أيضا هناك تحديات أخرى تعاني منها اليوم الأونروا؟ هناك تحدي كبير، تحدي سياسي. هناك من يحاول التشكيك في شرعية الأونروا، إفقادها الشرعية، التشكيك في التفويض، وهذا شيء خطير إذا كان هذا يندمج مع عملية نقص في التمويل، يصبح الأمر خطير. يعني عندما يتحدث مفوض الأونروا يقول نحن نواجه تهديد وجودي. القضية ليست فقط قضية التمويل، ولكن هناك تحديات سياسية حقيقية تواجهها الأونروا، ولذلك يجب العمل بصورة حثيثة وبصورة متواصلة لمواجهة كل هذه التحديات. نعم سيد عدنان، يعني بآخر سؤال وبالعودة إلى موضوع الميزانية، يعني بالنظر إلى هذه الميزانية والتي أنت وصفتها بموازنة يعني الحد الأدنى، هل نتوقع أن يتم تقليص بعض خدمات أونروا؟ يعني نحن سنحافظ على المستوى الموجود حاليا من الخدمات، نأمل أن ننجح في الحصول على التمويل المطلوب في هذه الميزانية بميزانية الطوارئ والميزانية وميزانية البرامج، ولكن بصورة منطقية. عندما تزداد أعداد اللاجئين الفلسطينيين وتزداد متطلبات اللاجئين الفلسطينيين وأنت لديك نفس الميزانية، إذا هناك خلل يحدث، لا تستطيع أن تزيد من هذه الخدمات، ولا تستطيع أيضا أن تحسن من جودة هذه الخدمات، لأنك أنت محكوم بسقف، هذا السقف لا يتناسب مع الزيادة الطردية في الأعداد وفي المتطلبات. نعم، إذن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في قطاع غزة سيد عدنان أبو حسن، شكرا جزيلا لك.